عليكم البنات. اليوم هذه هي الطبله ديال اللي كنصور عليها كل نهار اللي كنديروا فيها الوجبات والاكلات. اليوم غادي نصور لكم الكوزينه ديالنا تحت طلب ديال المشتركات ديالنا العزيزات. دونك بقاو معايا تشوفوا الكوزينه ديالي المتواضعه. دونك البنات هذه هي الدخله ديال الكوزينه ديالي، عندها جوج البيبان، عندها الباب من الصالون والباب اللي راكم كتشوفوا ليه اون فاس ديال اللي كيجي من الكولوار ومن البيت الكلاس والبيت النعاس. دونك هانا غادي ندخل من الباب ديال الصالون، عندي هنا الثلاجه وعندي هنا واحد الجهه الثانيه ديال البوطاجي فين حاطه المسائل. هنا غادي ندير لكم صوره اجماليه على الكوزينه ومن بعد نتطرقوا لكل حاجه شنو فيها. ها هي وها هي الباب الاخرى فين كنت واقفه دابا انا اللي كتعطينا الصالون. دونك كنجي لهنا، هذا هو هذا المجر الاول هنا فين كندير لاليمونطاسيون والرافيتايمون، هذا جاي على شكل مجوره امبوتري. وهنايا عندي كل ما يتعلق، هنا عندي المسيو كويزين ديالي اللي يخبي عليا الصراحه، والمسائل العطريه ديالي على يدي. وهنايا فين كندير الطحانه ديال القزبور والملحه والزيت، وهذه اندوكسيون ديالي ديال الكترونيكس، هذه واحد اندوكسيون امريكان سميتها الكترونيكس. وهنايا عندي جوج مجوره كبار، وهنا عندي تحت من لافيترو عندي هنا المجوره، هذا مجر كبير. هنا كندير كاع المسائل ديالي ديال الكوزينه نتوما، الطباسل اللي كنستعملو يوميا، بلاطو اوندو الغارقين، الطباسل ديال الماكله، المهم هانتوما كتشوفوا. وعندي هنا مجر، هادو البنات، هاد المجوره راه غادي تشوفوهم عندي، هادو تكميله ما كيجيوش في الكوزينه فاش كطلبيها، هادو خصك تشريهم ابار داكور. هنا دايره انا كل ما يتعلق بدوك المعالق الكبار والمسائل، وهانتوما بوسائل صغيره ديال التنظيم، وكلهم المجوره ديالي دايره لهم هاد راه كتباع في ايكيا، هاد البلاستيك اللي كيحافظ على المجوره. وهادو حتى هما مفرشاهم حتى هما بالسريبيتات، وكيتباعوا سبيسيال بروتيكسيون ديال المجوره باش ما كيتجروش ما كيتنجروش، وكنحافظوا عليهم. هنايا عندي الطباسل التي البنات غادي نفس شويه هنا، وهنايا عندي المجر ديالي شو واحد القرعه هنايا تحيدات، هذا المجر ديال فين كندير الرافيتايمون، هادو القراعي ديال ايكيا البنات فين كندير كلشي القطاني لي بات، هادو شريتهم كلهم من ايكيا، ما كيتشراو بطبيعه الحال ما شريتهمش كاملين في مره واحده، الواحد كيشري بشويه بشويه حتى كيكمل كلشي المسائل ديالو. مشيت النوبه الاولى شريت هادو عجبوني القطاني، الساعه في الاخر ما عجبونيش الصراحه لان كياخذوا لي سباس بزاف المجوره، هادو الا كنتي غادي ديريهم من الفوق مستفينيه، ولكن من تحت لا، هادو هما اللي زوينين، الساعه ما بقاوش كيجيبوهم ايكيا، هادو كتشوفي كلشي شنو عندك الداخل هانتوما. هذا المجر الثاني، المهم كوزينتي راه خصني نحكها البنات، راه من قبل رمضان ما حديتها. وهنايا كلشي ديال العطريه، عاد باغا نزيد واحد المجر هنايا ثالث باش نزيد، لان الصراحه انا كنشري بزاف ديال المسائل العطريه، هادو راه ديال ايكيا. وهنايا كلشي الخل التفاح، هادي الزيت فاش كنمرها مره فاش كنقليو البطاطا كنصفيوها هنايا، كنديرو جوج استعمالات ثلاثه وكتلح كنلوحوها، هادي ديال زيت البلديه وزيت الروميه، هادي ديال العطريه. وبطبيعه الحال هنايا كنجيو لهاد البلاصه فين عندي هنايا القطعه ديال الخشب، عندي هنايا المعالق والماس اللي كنستعملو يوميا بطبيعه الحال هنايا، وهادو الى جاو عندنا شي ضياف فيهم ديكور زوين، هادو حتى هما شفتهم من ايكيا زوينين، هادو صدقوا لي الصراحه هما العلقات ديالهم.
وهنايا هادو البنات هاد الزويفات هادو سبيسيال باش نحلو بوغ اوفغيغ لي بواط اللي ما كنقدوش نحلوهم كديروها من الفوق كتحل بكل سهوله. انا عندي دائما مشكل مع حلان القراعي وكل لي بواط كونسير ديال الزاج كيجيو صعيب. وهاد هاد البوينجا كاع ما تحقروها, هادي راه افيكاس صراحه. صافي وهنا المسائل كلشي اللي كان نحتاج نقص الحكاكه المسائل ديال الكوزينه. وكنجي لهنا عندي السربيتات ديالي ديال الكوزينه وهادو هادو السويكات ديال الصخره كما كان مابقى حد كيستعمل دابا الميكا. عندي هادو ديال ايكيا وهادو ديال ديكاتلون ولا ليروي, المهم ديكاتلون. وهادو كاملين كنسخرو فيهم. وهادو ديال التوب وخلاص, هادو الميكات ديال الاستعمال ديال اليومي. وهادو سربيتات انا منظمهم بهذا الشكل. وعندي المجر الاخير جاي كبير وهنا دايره كلشي ما يتعلق بالحلوه. حتى هو لي بواط دايرهم ديال ايكيا الا كتشوفوا ها نتوما كيبان كلشي من الداخل. انا عندي سميه زنجلان, حبه حلاوات, شيا ها هو كيبان هنا, البرقوق, الزبيب, عندي كلشي هنايا. هادو القوام ديال الكاطو, هذاك الزبيب ها نتوما كتشوفوا, هادي السكر البني, الخميره, كلشي اللي كيتعلق بالحلويات. وحتى هذا ها هو, حتى هذا راه زدتو انا ها نتوما شريتو ابار ما كيجيش في الكوزينه خصكم تطلبوه. وزدتو, هذه فكره هائله باش نستغلوا المساحات البنات, فكره هائله انا كنشوفها انديسبونسابل في الكوزينه. وهنا عندي كلشي الحبوب, كردامومون, المهم انتما كتشوفوه. هادو دايره هنا دوك لي بيرل ديال الشوكولا دي حلوه. هنا هذه مايسينا, هنا دايره عليها تيكيتا, زيت الكوكو, هنا زيت الكوكو, المسائل ديال الكاطو كلشي عندي هنايا. طلق طبان ديال لي بروشيت هما هنايا على اليد, ودائما كنفرشهم بالسريبيتات ولا بديك الميكا ديال ايكيا. وكنجيو لهنايا لافابو ها نتوما الشبيكه, هذه شريتها من لوغوا ميرلان, هذه سنين الصراحه صدقات لي زوينه ها نتوما ما كتصدم والو. وهنايا هذا ديال ايكيا, وقريعه ديال الصابون ديال القشع واخا عندنا الغساله كنستعملوهم في الصيف. وهنا دايره العجانه ديالي, هادو دائما هاد لو كوان فيه الكول بليدين, تيرمون اللي كندي فيه سميتها انفوسيون ديالي للخدمه, والقرعه ديال الماء الكبيره. وهنا عندي الغساله راه عاد حليتها باش تنفس, عاد غادي نرصيو الماء. وجيو لهنايا تحت البوطاجي عندي, وهذا البنات قلت لكم راه شريته من ايكيا. هنا كنستعمل المسائل الباستيات ديال لافاخيا ديال الغسالات القشوع. عندي هنا الميكات ديال الزبل اعزكم الله, هنايا كنستعمل البيكربونات على اليد, و لابونج ديال المسائل ديال الحكان انتم كتشوفوا. وهنا عندي هاد لو بيتي تروك راه كيتباع حتى هو في ايكيا, استعملت فيه هنا ديال اللي كنستعمل يوميا على اليد هانتوما, هذا ديال لي دام ديال الكوزينه. هذا راه حسن البنات من دوك لي زوت برودوي, هاد سانيتول كنصحكم به الناس اللي عندهم حساسيه جافيل. هذا بيكربونات ها هو عندي هنايا كنشريه بالزايد. وهذا الخل, وهذه اللي خيا اليمونتير. ودائما الوانطي ما يخطاوكمش من الدار, بغيتو تخلطوا شي حاجه ما تشخنوش يديكم ولا حكيتو القشوع باش ما يديروش. هادو البنات سي تان فلوب بالنسبه ليا, هذا ما عجبنيش تماما. وهذا السي البنات, هذا غزال رخيص 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 وزوين الحكان ديال لي فيترو مدير بالحامض. ودائما انا كنفرش باش كنحتال على سميتو. شفتوا هادو راه كيتباعوا سبيسيال, دايرين بحال بونجي سبيسيال ديال اورغانيزاسيون. وهنايا عندي الوانطي ديال الفران, والمسائل الجارديناج ديالي راه انا كنحماق على التراب, خبش نموت عليه. ومن الفوق البنات, هذا هما المجوره اللي عندي من الفوق ها نتوما. عندي بلاكار من هنايا وجوج ديال الزاج, وبلاكار من هنايا البنات. ما عرفت كي غادي يكون هذا الشيء, راه ما نظمتوش الصراحه. هنايا عندي هاد مسيو ليدي سوسان, هنا دايره
الكولاكاو المور هذا لافين بالكاكاو ما فيش سكر وهذا السكر البني هذا سي ان شوكولا زيرو كالوري شتو نديرو فوق الاخر اللي بغيتو لي كريب ولا البغرير هذه ستيفيا ديالي راه مازال ديالنا كنشرب فيه شربات الزوج ديالي هذا النسكويك دبنتي ونسكافي والقهوه والهين دوك الباستيات ديال كنور هادو وهنايا البنات دايره هانتوما هادو ديال التنظيم هادو راه ديال ايكيا غادي نجبدهم نوريهم لكم راه انا لي زانفوسيون علاش غادي نقول لكم هي هذه الفرصه باش تشوفوا لي زانفوسيون اللي كنشرب هانتوما هنا دايره كاع دوك لي سافور ديال الحلويات حيت ما جاونيش لتحت عندي هذا كندير فيه لي زانفيسيون حتى هو شريتو من هذا المنظم شريتو من ايكيا ها هو كندير فيه كاع لي زانفيسيون اللي كنشرب كنشدو وهنايا عندي من نفس في نفس هذا في نفس هذا المجر دايره هذا المنظم دايره فيه كاع لي زانفيسيون اللي كنشربو هانتوما البنات جبتو ليكم باش تشوفوه هذا منظم راه كيتباع رخيص كنديروه في لي بلاكار وانا استغليتو دايره فيه كاع دوك الاخر اللي كنشربو هانتوما اللي كنقول لكم راه كاتريلاكسي هادي تيلا ومينتا كاتريلاكسي كنشرب هذا بزاف هذا ديال اينوخو اينوخو هو حبه حلاوه مزيان البنات هانتوما كاتبين عليه فين تري بلانو كيحيد لي غاز الناس اللي كتشكي من لي غاز عندي هادو ديال لي كابسول حتى هما كنديروهم في النسبريسو هانتوما سيلوات كاين هذا بويناس نوتشيس حتى هو نوع من فيه الزهر وفيه لويزا وفيه الميليسا وفيه تيلا هادو اعشاب كترخي حتى هي باش بنادم كينعس مزيان في الليل ها هو عندي ديال الريلاكس كنشربو انا والزوج ديالي عندنا اش غادي نقول لكم ها هو واحد اخر كنشرب حتى هذا ديجيستيف هذه طريقه باش الواحد يبقى يشرب الماء البنات وخاصه دابا في الصيف هذه ديجيستيف فيها الريغليز فيها لانيس فيها مانسانيه مهم هادو هما مؤقتا هادو هما اللي كنشرب وعندي وحدين اخرين بيو اللي وريتكم دابا هنايا انا غنوريه لكم هادو حتى هما راه كنشريهم من ليدل البنات هادو جايين فيهم 9 ديال لي بلونت كنشري هذا من ميركادونا ديال الصوجة المهم عندي هنا اش غادي نقول لكم راه كنشرب انا هذه لا انا ولا الزوج ديالي الصراحه كنشربوا بزاف هاد الاعشاب ها حنا سالينا هذا المجر ومن بعد كاين المجر الفوقاني ها نتوما غادي نوريه لكم تما دايره العسل حبوباتاي دايره الزهر واللويزه فواحد الطابر اللور هو هذا صافي كننتقلوا هنايا البنات ها نتوما هنايا الا بغيتو تغسلوا الماعن اللي ما بغيتوش ديروهم في في الغساله ها نتوما راه ديال ايكيا بالبيبان ديال الزاج كبارين وهنا راه ما يغسل وحده نتوما من بعد باش تشوفوه كبير الصراحه وكيجي هنايا بواحد كيجي هنا بواحد الصوينيه اللي كتهز فاش تقطرها نتوما راه مره مره كنهزها كنمسحها وكنردها وهذه دائما فاش نديرو فيها المعلقه راه كيتباعو حتى في ايكيا زوينين ما كيتسطاوش انا ديجا راني دايره هنايا ودابا ننتقلوا للمجر الاخير المجر الاخير ها هو هنا عندي كل ما يتعلق بالكيسان اليوميين اللي كنشربو فيهم القهوه كنشربو فيهم اتاي اللي كنشربو فيهم العصير وهادو الفوق حتى هما كيسان والفوق عندي الفنجلات وعندي واحد البرادتين اللي ما كنستعملوش بزاف كوبات ديال سميتو البوستري اللي بغيتي وما هادو هذا حتى هو منظم شريتو الفنجلات كيجي لاصق في هنايا وها هو وهادو البنات راه القريعات اللي كندير فيهم الفطور ديالي كندير الخدمه دابا نشارك معكم النساء العاملات اللي كيقيلوا نهار كامل برا ماشي كل نهار ناكلو في الزنقه لان ماكله الزنقه راه ما فيها حتى شي فائده يعني كضرنا بالصحه بقوه لي صوص والمسائل اللي كيديروا خاصه هنايا
ماشي بحال المغرب تبارك الله الماكله غزاله وطبيعيه. دونك كندي انا الفطور ديالي هنا كندي الشوفان ديالي يا اما في هاد القريعات يا اما في هاد القريعات. دونك دائما عندي على اليد ديالي هنا ها هما حتى الزوج ديالي فاش كيكون عنده الخدمه نهار كامل كيديها حتى هو معاه. نوريكم لي طابير والتليفيجه اللي كندي صافي. وهذا هو المجر ديال الكيسان. وهذه الجهه الثانيه ننتقلوا للجهه الثانيه. هنا عندي الفران والميكرو اونداس ها نتوما. هذا المجر الفوقاني انا دايره فيه اي حاجه ما كنستعملهاش. عندي الفوق هذيك الجهه الفوقانيه دايره تما الغرف ديال الماء ديال البيكنيك، دايره تما الطواسي ديال الحلوه الكبار، ودايره هاد الشبكه ها نتوما غادي نوريها لكم. هاد الشبكه ها هي، ها الشبكه راني دايره فيها كل ما يتعلق بلي غوبو ديالي نتوما، ديال مسيو كويزين، ديال روبوت باتر، كلشي هنايا باش كنلقاهم دائما على يدي. غادي نردها. وهنا البنات، وهذا المجر هذا دايره سوينيات من واحد الطرف، ودايره توستادوره لهيها، ودايره هذه ديال البان، هذه راه ديال الخبز، بول ديال الخبز غادي نجبدو لان غادي نرص فيها الخبز ديال التوستاده. هذا كيجي هكا حنا نوريه لكم، كديري فيه الخبز وكديريه هنايا كيبقى محافظ عليه. والميكرو اوند الفران. وهنايا عندي هنا هذا المجر حتى هو كيتجبد. وهنا عندي كل ما يتعلق بلي طابير ديال البلاستيك، منظماتهم على هذا الشكل باش كيكونوا بجهه وحده لي طابير ديال البلاستيك. وهنايا كل ما يتعلق بلي بول ديال الحلوه ها هما لي مول كلشي. وهنا الغطاطي ديال لي طابير اللي معصبيني الصراحه، ما عارفاش شي طريقه اللي غادي ننظمها بهم احسن. دايرهم هنايا على هذا الشكل ها هو. وهنا كلشي سواني والاخر وهذا. وهنا خلاص ها هو. حتى هنايا عندي صينيات وعندي صوانيات ايكيا كندير لها فيها الفطور لبنتي مره مره. وكنجيو لهاد الجهه. لهاد الجهه عندي كيف ما وريتكم قبل، هنا عندي القطاره ديالي القهوه، هنا عندي لي كابسول مع السكر البني، وهاد ديال الفنيجلات، وهنا الغراف ديالي خرج لي زوين البنات. هاد الغلاي ديال الماء خرج لي زوين ها نتوما، فيه كيما بغيتي تسخني الماء على 70 درجه 80 درجه 90 100، وهنايا كتشعلي وكتطفي. وفيه كيهز حتى لطرو 700 ماكسيموم، لطرو 700 غزال خرج لي الصراحه. وهذه هي الجهه الثانيه اللي كنصور لكم فيها، كندير الكاطو الملوي وكلشي. خصني نرد هذا. لا عندي هاد لي دو بلونط دايرين ديكوراسيون، كيفتحوا ليا كيفتحوا ليا كيف يفرحوا لي عيني. هاد لي بلونط كيعجبوني يكونوا في الدار لي بلونط. هنا كندير لافين ديالي دائما، هادي فيكس هنايا فيخو. وهذه اللي في خويسك حتى هي، هاد القريعات انا كنستعمل بزاف ايكيا البنات. دونك هنايا عندي جوج مجوره برينسيبال بحال اللي كانوا عندي مور تحت لي فيترو. هنا عندي دايره ها نتوما نديرو لكم من هاد الجهه باش يبان، كنحاول ما امكن باش تشوفوا. هنا دايره كل ما يتعلق بالطواجون ولي كاسرول والكوكوط اللي كنستعمل عندي بيفي اخر دايره فيه الكبار الكسكاس والبرما. دونك هادو انا فاش شريت الكوزينه عطاوني كادو جوج ديال جوج طاجين وكاسرونه ومقله، كيعطيوها لك كادو دخلات معاها في الكوزينه. هادي شحال دابا ما نعرفت، ما نعرفش واش باقيين دايرين ديك ديك الكادو. والمجر الثاني هذا الزوج ديالي كيعاوني. المجر الثاني دايره فيه المقالي ها نتوما، نصوروا لكم من هنا، نصوروا لكم من هنايا. عندي هنا المقالي، وعندي هنا الروبو ديال العصير، وهذا ديال الانفوسيون هذا كنستعملو بزاف، هذا الباتور. ولهيه لي بول ديال لا سالاد، وفين كنخلط مثلا البسكوت والمسائل. البنات بغيت نوريكم واحد الحاجه فين كان اورغانيزي المقالي. هذه راه كتباع في ايكيا. المهم ما عرفتش واش غادي نشكرها ولا
ولا النقر ما نعرفتش، ولكن كتعصبني انا، ما عجبتنيش في لوغانيزاسيون ديال المقالي، ما نعرفت نتو البنات اللي عندهم هاد لوغانيزاتور ديال المقالي قول لي عفاكم الراي ديالو ولا كيفاش كيستعملوه هو. انا ما نعرفت كيطيحوا ليا كنعيا ما نظمهم، ولكن كيطيحوا ليا. المهم وكنجيو لهاد المجر عندي هنايا، المجر الفوقاني دايره فيه سميتها يوغورتيرا ديال دانون، وهنا عندي لي غوبو. واحد النهار غادي نوريكم لي غوبو انديسبونسابل ديال الكوزينه، عندي كلشي تما ديال اللادو الاديرا، وعندي اكسبريميدورا، وعندي المهم والباتور، المهم بزاف ديال لي غوبو عندي تما. وهنايا الفريتوز وهاد لي زورغانيزاتور حتى هما راه كينفعوا البنات ديال ايكيا، هادو اللي كيجيو بحال الكريسات، راه عندي وحده من اللور وحده من هنا، باش كتستغلي الفرصه ديري هنايا تنظمي هنا وتنظمي هنا. هنا عندي كلشي ديال السيليكون دايراهم هنا باش يجيو شكل منظم. وها نتوما انا خديت هذا الموديل، علاش خديت دابا نقول لكم علاش خديت هذا اللون، غادي نقول لكم الراي ديالي. ونجيو لهذا المجر هنايا دايره كل ها هو مجر اخر البنات، حتى هذا راه شريته، عاد باغا ندير المجوره ديالي كاملين على هذا الستيل بهذا المجره اللي كيخرجوا، هما زايدين ثمن شويه ولكن كينظموا بواحد الطريقه رائعه. هنا عندي كل ما يتعلق بالطحين والحكاكات، هذه واحد الحكاكه عجيبه كنت شريتها من ليدل زوينه البنات، دابا نوريها لكم ها هما لي زاكسيسوار ديالها. هنا الناس اللي كتاكل الخضره بزاف، المهم اللي كتاكل الخضره ولا اللي كتعكز تقطع الخضره، هذه طريقه ايفيكاس باش نقطعوا كاع الخضر بواحد الطريقه سريعه كتنفعني انا البنات. وهذه حكاكه ديالي، هذه كتعجبني البنات، كتعجبني بزاف. ها نتوما كتجي هي راه سامبل فيها جوج الانواع، مثلا فاش كندير غنوريكم عينو، نوقف هذا باش نوريها لكم. هانتوما هو سي تان طاكل عندو الغطايه ديالو، مثلا فاش كنبغي ندير الطوماكم كنحيد هادي وكندير لها الغطايه وكنحك مطيشه، وهنا كنخلط كلشي وديك الساعه كندورو في القرعه، يعني عمليه بزاف ما كنستغناش عليها الصراحه. وعندي حكاكات اخرين ولكن انا نرجع غير هادي، هما لي زاكسيسوار ديال هاديك. وهنا عندي دوك لي سوشون، وهادي حكاكة اخرى ديال تابروير، هادي ديال تابروير كاليتي رفيعه، راه كتعرفوهم لان في المغرب اختي عندها كلشي ديال لي تابروير كيعجبوها. وهنا التتمة ديال عندي واحد الشبكه منظمه كبيره دايره فيها الالومنيوم، دايره فيها الكلارا دي ويف وداكشي اللي كنطلب، السميده، الطحين اللي باقي لي نردها. وهنا عندي الطحين، ها هو دايرته في واحد الطابر كبير، هنا الطحين انتغرال، وهنايا الطحين ديال الريبوستيريا، وهذا الطحين ديال الكاربانسو، هذا الطحين ديال الحمص. وهنا عندي الطوستادوره ديالي كبيره، هنا فين كنديروا الخبز الصباح والعشيه، عندي طوستادوره اخرى ساندويتشيره صغيره كي ما بقيتش كنستعملها، كنستعمل غير هذه شريتها حتى هي من ليدل، عجبتني بزاف البنات. والثلاجه ديالي واحد النهار غادي نوريكم كيفاش كننظمها، ثلاجه غري من النوع ديال ال جي، خرجت لنا زوينه حتى هي هايك ال جي. وهنايا فيها ترمومترو فاش كتكوني مثلا مشيتي فاكانس كديريها في المينيموم باش ما تستهلكلكش الضو بزاف. وهادو دي بيتي تروك كيتباعوا في ايكيا كيبينوا كلشي، انا دايره فيهم هنا غير ديكوراسيون هنا السودانيه، حتى هذه سودانيه، هادو الرسومات ديال بنتي اللي كتهديهم لنا في كل عيد، عيد الاب عيد الام، هذا الرسم ديالها جو لادور، هذا كان ادوري هاد الرسم اللي جابتو ليا وهداتو ليا، قالت لي ماما مي فاميليا. نتوما بغيت نشاركو معاكم، مصوره باها، ها نتوما باها ما عندوش شعر، دارت له الشعر وها هي هنايا، ومامي مامي كتحييكم كتسالوديكم ها هي. وهادو الرسومات ديالها دائما كتلعب بيهم هنايا، الارقام راه كنت شريتهم لها في واحد اللعبه د الخشب،
ومازال عندها ودائما كتلصقهم هنا كتلعب بيهم. هذه منضال عطاتها لباها وضروري البنات في الثلاجه ولا في شي بلاصه. هادو دي بتيت نوت بالستيلو ديالهم راه كيتباعوا في بريمارك ما كنستغناش عليهم يتسالاو كنعاود نجيبهم. فيهم ستيلو كتسجلي هنا كلشي المعلومات اللي باغا ولا الكومبرا ديالك بغيتي تقداي خاصتك راكي في الكوزينه وخاصتك شي حاجه كتسجليها مباشره. والبنات هادو هما هذه الزربيه غنقولها لكم كانت عندي زربيه اخرى ولحتها لان قدامت مسكينه. هذه عندها شي مده قصيره معانا مازال ما تبهدلات. وهذه هي كوزينتنا نتمنى تعجبكم ولا عندكم شي افكار للتنظيم شاركونا بهم. عندي تما دي ديكوراسيون نسيت ما وريتكم لي ديكوراسيون ديال الكوزينه الثومه والجزر. وهاد البوله ها هي غادي نشاركها معكم البوله نشوف واش تبان. شريتها من ايكيا باش كضويلي على جوج ديال لي بارتي على الجهه اليمنى والجهه اليسرى. وهذا عندي سرجون كبير البنات في الكوزينه باش كيضوي هذا طبيسيل. نسيت ما وريتكم هنايا هذا ديال البابي الومنيوم والبابي وعلى اليد درته من هذه الجهه لان الا درته من الجهه الاخرى غادي تهدم. وهذه الكوزينه هذا السريجن باردون ها هو بالرويقه ديالو وكيطلع على الباتيو ديال الجيران. وباش ما نبانش باش ما نبينش انا كوزينتي غلفته بهذا واحد البلاستيك كيلصق على من برا كيلصق على السرجم. اختاريت انا هذا الديكور فيه بزاف ديال الالوان وباش ما يبان لي حتى حاجه للجيران فهمتي. بعض المرات الواحد كيكون مرتاح في الدار ديالو وما يبغيش المهم كتحسي بحال اللي راكي مكونتروليا. وهذا هو الفيديو ديالنا البنات يتمنى يعجبكم. انا لبيت لكم الطلب ديالكم وتشاركت معكم كوزينتي لان الانسان الصراحه غادي نقول لكم الصراحه الانسان الا ما كانش مرتاح كثر حنا العيالات الا ما كناش مرتاحين في الكوزينه لان حنا اللي كنجلسوا النهار كامل واخا يكون الراجل كيعاونك. انا كندير هنا انصالاديه راه بغينا نمشيو للبحر ندي البنيته للبحر. واحد النهار غادي نهضر لكم على شنو الا بغيتي تمشي للبحر شنو كتدي المسائل انديسبونسابل وهذه. وغنشارك معكم بزاف د المسائل البنات غير كنحتاج الوقت راه كتعرفوا العيالات اللي كيخدموا راه الله يحسن العون الله يحسن العون لكلشي حتى اللي ما كيخدموش راه كيضربوا التمره حتى هما نهار كامل في الدار في الشغل ومع الدراري والله يحسن العون وصافي. المهم خليتكم على خير تهلاو لي في راسكم كنبغيوكم بزاف الصراحه. حنايا تحشينا في هذا العالم ديال اليوتيوب مبتدئه انا والاخت ديالي والصراحه بدينا كنتوالفوا لان الانسان ولا كيحس بشكل الصراحه كنشاركوا حياتنا معكم. وهو هذا شيروا لنا بلايك شجعونا باش نزيدوا نتفوقوا ونتشجعوا ونديروا الاحسن. وهو هذا البنات خليتكم على خير بالسلامه وتهلاو في راسكم مع السلامة.